الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ينظم المعهد الجهوي للموسيقى والفنون في فاس أمسية فنية موسيقية تراثية تحت إشراف المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة لجهة فاس بكناس. وهذا الهدف منها هو إبراز المواهب الشابة لهذه الفئة من الشريحة من المجتمع، وهذه الفئة من المجتمع حتى تمتع الحاضرين بما لديهم من كفاءات فنية ومواهب موسيقية. هذا العمل ما كيديروش مع بوحديتو، ولكن بشراكة مع عدة جمعيات للهدف ديالها هو السعي وراء تكوين أو تنشيط هذه الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الفئة ديال الأطفال المعاقين. فشكرا للجميع من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة التي أصبحت سنة محمودة، يعني كل سنة نقوم بها بطبيعة الحال، والحمد لله كنلقاو استجابة من جميع الجمعيات اللي كنطرقوا بابها. فشكرا للجميع وشكرا للحاضرين وشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد، وشكرا لكم أنتم كي ضيفتكم.